لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على تقسيم السنة من حيث طريقة ورودها إلينا، وقسمناها إلى متواتر وأحاد، وتحدثنا في مقدمة عن لماذا نحتاج إلى تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد، وتحدثنا عن المتواتر وشرط التواتر، والتواتر اللفظي والتواتر المعنوي، وبينا ان التواتر طبعا القرآن كله متواتر، والتواتر المعنوي في السنة موجود بكثرة، والتواتر اللفظي قليل، ومعظم السنة هي من قبيل سنة الأحاد. وهي سنة الأحاد هي التي نحتاج إلى أن نقسمها إلى مقبول ومردود، أو إلى صحيح وضعيف، وإن كان المسمى الأشمل دائما المستعمل مقبول ومردود، لأن هنشوف إن عندنا في صحيح لذاتي وصحيح لغيري وحسن لذاتي وحسن لغيري، وكل هذه الأقسام الأربعة يشملها وصف المقبول، وإن عندنا الضعيف والموضوع ودول بيشملهم وصف المردود. إذن نحن اليوم إن شاء الله تعالى بنتكلم على الفصل الثامن من هذا الباب الثاني من القسم الثاني الذي يتحدث عن أدلة الأحكام، وعنوانه النقل الأحادي. يقول: النقل الأحادي وهو أن يكون النقلات لم يبلغوا من الكثرة حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، اللي هو ما ليس متواتر. يبقى ونبهنا على الجزئية ديت، لأن اللفظ حتى الاصطلاح نفسه بيظلم، والناس بتفهم منه أنه أحاديث الأحاد يعني خبر الواحد، وبعدين يبتدوا بقى يبقى مع أن خبر الواحد العدل الضابط الصحيح أن هو يجب العمل به في الدين كله في العقائد وفي الأحكام، ولكن في الجملة أنت بقى بما بتيجي تتكلم حد في خلاف على قضية حديث الأحاد وحجية حديث الأحاد، وتجد ان هو بيطلق الاحكام بان حديث الاحاد ليس حجة اما مطلقا او ليس حجة في العقيدة، ومش واخد باله ان حديث الاحاد دي ممكن التعريف ده بينطبق على مثلا حديث لو رواه في كل طبقة من طبقاته سبعة، او لو كان متواترا الى طبقة التابعين ولكن مداره على صحابي واحد او على صحابيين، وطبعا هنا في درجة ثقة عالية جدا في ان هو يكون متواتر الى الصحابي، فلما يكون متواتر الى الصحابي يبقى كده قطعنا بان الصحابي قاله، ونتيجة درجة عدالة الصحابة رضي الله عنهم اعلى درجات العدالة، وهذه العدالة كانت تقتضي دائما منهم انهم يكونوا في اعلى درجات الضبط. ليه؟ لانه كانوا يتورعون عن الحديث، وكلهم يود لو أن صاحبه قد كفي. يبقى هنا النقل الأحادي تعريفه ممكن باختصار نقول هو ما ليس بمتواتر. هو هنا الدكتور أشقر يعني بيعرفه لنا، هو أن يكون النقلات لم يبلغوا من الكثرة حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، اللي هو أعاد تعريف المتواتر، ولكن إيه بالسلب، أن لم يبلغوا، أن يكون نقل لم يبلغوا. ويبقى هنا طبعا صار انا عندي حد التواتر. خد بالك احنا بنستخدم في اللغه الدارجه، وفي ساعات كده بيبقى ايه حاجات عند المثقفين مثلا، او حتى ساعات يقول لك دارجه على ألسنة الفقهاء او على ألسنة غيرهم، وتكون مش منضبطة قوي لغة، مثلها كلمة الحد. احنا بنستخدم كلمة الحد ساعات كتير بنستعملها بالمعنى الحد الفاصل بين كذا وكذا،
لكن هو الحد هو التعريف. لما نقول حد التواتر يعني تعريف المتواتر. فإذا أنا صار هنا يعني محتاج حد التواتر اللي هو تعريف المتواتر، واللي هنبني عليه هو أن ده الحد الفاصل بين الأحاد والمتواتر. إيه العدد الذين يمكن أن نقول أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب؟ لو أنا عندي طبعا في شرط أن يكونوا بيروا يكون مستندهم الحس، ده كده كده شرط يكون معانا عشان نعتبر المسألة متواترة. عندنا في رواية الحديث المستند الحس، نتكلم غالبا عن سماع أو رؤية، ده الغالب في 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 نقل الأخبار في باب الحديث يعني والآثار. يبقى بهم القضية المحورية اللي بتشغلنا في الفرق بين المتواتر والأحاد العدد. ولذلك يقول ولو طلب منا ذكر الحد الفاصل، أين عيبها نستخدم بين الأحاد والتواتر لما استطعنا ذلك، يعني نقول العدد الفلاني ده آخر الأحاد والعدد اللي بعده أول أول التواتر. بيقول لا، لكن ما نقدرش، لأن هو التعريف مبني على أن يوجد عدد تحيل العدد تواطؤهم على الكذب. فبيقول إحنا لو بدأنا بعيد قوي، فنحن مثلا يقول فنحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما هو متواتر قطعا. فلو كانوا أقل بواحد، يعني 999 هيبقى مش متواتر؟ لا أكيد لم أكيد أنه يبقى متواتر، لم يخرج ذلك نقلهم عن التواتر. ولو بدأنا الناحية التانية، في الوقت نفسه نقل الواحد والاثنين أحادي يقينا، بمعنى إن هو ده اللي احنا هنبقى محتاجين إن احنا نستوثق إن احنا لا تفرق الواحد والاثنين دول درجة حفظهم، درجة ديانتهم، درجة حفظهم، اللي هي الشروط اللي احنا بنقول بنطبقها على السند الذي روي به المتن. يبقى أكيد لو واحد أو اثنين أو ثلاثة بنقول لا مش هينفع يعني نثق في نقلهم دون تمحيص لحال كل من، احنا بنتكلم على كل طبقة من الطبقات، كل طبقة. طيب فأنت هنا قلت 1000 أكيد متواتر والاثنين أكيد أحاد، أقول لك بقى أقعد يعني طب قول 3 4 5 يعني ابتدي زود كده، ايه العدد اللي انت تشعر معه انه لم تعد في حاجة الى ان تمحص حال كل راو على حد؟ يبقى انت ده اللي انت بتبقى بتبحث عليه، ايه العدد اللي ممكن انت تكون عنده تشعر لك لست في حاجة الى ان تمحص حال كل راو على حدة. معظم العلماء بيقولوا 10 طبعا، يعني يعني الله تبارك وتعالى خلق لنا 10 أصابع، الإنسان البدائي كان بيستعملهم في العد، وإلى الآن لما بنيجي نتعلم العد وإحنا صغيرين بنتعلم العد على الأصابع 10، وصارت 10 يعني في نفس الناس يعني كأنها بداية الكسرة، كأنها حتى إحنا بنيجي لا النظام العد العربي طبعا هو اللي اخترعه المسلمون، وبه يعني نمت الرياضيات وانتشرت، ولولا ذلك لبقي العالم لا يحسن إلا أن يعد غنماته، على التعبير الدارج عد غنماتك يا جوحة، ما كانش يمكن أن الرياضة تعمل أكتر من كده. فالنظام ده اللي قائم على ان احنا نعمل خانات كل خانة لها قيمة، فبنستخدم الرموز من 0 لـ 9 وبعدين ننقل للخانة الاعلى. فده يعني وان كان ده مش هو المعيار اللي يخليني، انا بتكلم هنا عن عدد يعني يقيم الثقة في النفس ان هؤلاء يعني حتى لو احدهم في مشكلة في عدالته، في مشكلة في ضبطه، ان العدد ده يكفي ان احنا نطمئن الى الخبر دون حاجة الى تمحيص كل واحد على حد. كما ذكرنا العلماء بيتكلموا على في الغالب على 10، هو هنا
ما يعني ما حبش ان هو يقول حد بعينه او حدا فاصلا بعينه. يقول: فينبغي ان يعلم ان الناقل ان كان واحدا فقط احتمل ان يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا، واحتمل ان يكون قد توهم الشيء على خلاف ما هو عليه، او نسي كيف كذا الحادث، او غير ذلك من الاحتمالات. فإن أخبر آخر بنفس الخبر واتفق في اللفظ والتفاصيل، فإن قوة حكمنا بصحة الخبر تزداد كثيرا. فلو انضم إلى خبرهما معرفتنا أنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبر عنه، كان إدراكنا أشد قوة. يعني هنا إيه؟ اتنين أخبروا وعلمنا أنه لا مجال لأن يكون أحدهما قد أخذه عن صاحبه، يبقى هما الاثنين أخذوه عن مصدر الخبر، فده بيقوي الخبر. يقول: ولا يقال إن قوة الخبر ارتفعت برواية الثاني إلى الضعف، بل إلى أضعاف كثيرة جدا، لأن اتفاقهما في التفاصيل يدل على أن ما قاله حق، فإن التفاصيل الكثيرة المكذوبة أو الموهومة لا تتفق صدفة إلا على ندرة شديدة جدا، كما يعلم هذا من نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات. هو في الواقع الكلام اللي بيقوله كلام منضبط جدا ورائع جدا، ولكن تشعر أن ثمة يعني تمهيد صرح به بعد ذلك لتوهين مش خبر الأحد، خبر الواحد، الخبر الغريب. مع أنه يعني لو قلنا أن الخبر اللي هو يعني نيجي كده نلاقي في طبقة من طبقات السند مداره على راوي واحد، لازم الراوي ده يعني نهتم بيه جدا وندرسه كويس، ولازم الخبر نفسه بقى كمتن ننظر في موافقته للمتون الأكثر منه ثبوتا وأوضح منه دلالة. لكن في النهاية إذا جرى على هذه القواعد قبل، بل إن بعض العلماء بيقولوا إن يبقى عنده حديث واحد في الباب، ودي يعني هو الدكتور محمد سليمان الأشقر بيصنفوا كتبه في الأصول على أنها تنتمي إلى المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي من الأشياء اللي بتميزه في الأصول إن عندهم الحديث الضعيف الذي ليس في الباب غيره يحتج به. ودي مسألة من المسائل الطويلة اللي هي هل ده قاعدة الإمام أحمد، ولا الإمام أحمد كان يقصد بهذا الحديث الحسن اللي هو الحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف. وكما يقول الإمام القيم رحمه الله انه المصطلح الحديث الحسن انما انتشر بعد الامام الترمذي رحمه الله، وان الاجيال اللي قبل الترمذي عندما تتكلم عن الحديث الضعيف فمن الوارد جدا ان هو يكون ايه، ان يكونوا بيقصدوا في بعض المواطن الحديث الحسن، لانه كانوا بيقسموا الحديث الى حسن الى صحيح وضعيف، وجوه الضعيف ده الدرجة القابلة للايه لان يحتج بها وهي الحديث الحسن. استقر الاصطلاح في النهاية على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل كما ذكرنا أنه الأضبط والأكثر وضوحا أن احنا بنقسمه إلى مقبول ومردود، والمقبول أربع أنواع: صحيح لذاتي وصحيح لغيري وحسن لذاتي وحسن لغيري. سيأتي الكلام ده إن شاء الله تعالى. لكن هنا الشاهد عشان بس ما نستطردش كتير في أشياء إن شاء الله ستأتي، انه يعني الدكتور محمد سليمان الاشقر كانه هنا واخد موقف شديد التحفظ من الخبر الواحد، خبر الغريب الغريب في سنه اللي هو ايه في احدى طبقات انفرد به راوي واحد، مع انه المذهب الذي ينتمي اليه بيقول ده خبر الواحد الضعيف اذا لم يكن في الباب غيره مقدم على الرأي. وإحنا يعني بنميل إلى ما مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان كثير من الحنابلة
لا يوافقون على هذا، لكن الإمام ابن القيم يرى أنه الإمام أحمد لا يمكن أن يكون احتج بالحديث الضعيف، وأن القياس على الصحيح على الحديث الصحيح أولى من العمل بحديث ضعيف، وأن مقصد الإمام أحمد أنه الحديث الحسن يعمل به أيا ما يكن، أنه في النهاية طريقة، وده مش انفرد بالحنابلة بس، القضية مشهورة قوي عند الحنابلة لأنهم قالوا حتى الحديث الضعيف، لكن يعني هنجد كل المذاهب عندها مسائل مدارها على حديث من حديث غريب، يعني حديث انفرد في بعض طبقات به راو واحد. أكيد أنه لا يعني العلماء لما بيلاقوا جزء من مجهود المحدثين في تحقيق الحديث، أنه لو لقى الحديث مداره في إحدى طبقاته على راو واحد يجتهد أنه يبحث له عن طريق أخرى، وإن لم يجد طريق أخرى بنفس اللفظ بيبحث له عن إيه؟ عن شواهد من يعني تعضد معناه، فبيدور على المتابعات اللي هي يكون راوي آخر روى نفس الحديث سواء أوثق أو في نفس الدرجة أو حتى أقل ثقة بس يعضد طالما أنه هو ليس شديد الضعف، وده باب المتابعات والشواهد، وده الباب اللي ممكن بيفرق فيه محدث عن محدث، وده يعني باب في الواقع فتح الله فيه للعلامة الألباني رحمه الله، رغم أنه هو يعني يبدو أن شروطه في الرجال متشددة مقارنة، يعني ربما لا يقبل توثيق بعض الأئمة الأعلام المتقدمين، ولكن هو في المقابل وكونه متأخر وفي عصر الطباعة وربما يعني في آخر حياته لا أدري هل أدرك استعمال الكمبيوتر أم لا، لكن هو في النهاية يعني كان له جهود رائعة في المتابعات والشواهد، وبهذه الطريقة يعني حكم على جملة كبيرة من الأحاديث اللي كان العلماء بيروها على أنها ضعيفة ويقول ومع هذا نعمل بها لأنه ليس في الباب غيرها أو لأنه ليس في الباب غيرها، أو يقولون إن دي فضائل الأعمال، لا، والألباني رحمه الله قال هي حسنة بمجموع طرقها فيعمل بها من أجل حسنها. طيب المهم وأنا بشرح لنا أن أنا لو عندي راوي انضم إليه ثان أكيد درجة الثقة بتزيد جدا، وبيقول بقى هنفضل نزود أو نفترض الزيادة هكذا لغاية ما في عدد معين بيحدث فيه النفس القطع بصحة الخبر، وده هو حد التوتر. يقول ومن هنا ومن هذا يتبين أن الخبر الأحادي ما كان رواته واحدا أو اثنين أو أكثر ما لم يبلغ حد التوتر، وهذا المصطلح هو لغير الحنفية. في الهامش بيقولوا أما الحنفية فيقسمون السنة إلى متواترة ومشهورة وأحادية. هنا الفرق بين الجمهور وبين الأحناف في هذا الباب إن الجمهور بيقسموا الحديث من حيث طريقة وصوله إلينا إلى درجتين متواتر وأحاد، وبعدين بيقسموا الأحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. إذن المشهور عند الجمهور هو قسم من أقسام الأحاد. الأحناف لا بيقولوا إحنا القسم ثلاثية، وبالتالي جعلوا المشهور قسيم الأحاد، يبقى عنده متواتر ومشهور وأحاد، زي مسائل كتير مرت بينا بنقول فيها لا مشاحة في الاصطلاح. الأحناف دايما بيبقى لهم غرض ما بيخدم
تفصيلة معينة. يعني هو هنا لما يجي يتكلم في باب الردة هيتكلم عن المعلوم من الدين بالضرورة، ويعني وإنكار السنة المتواترة على أساس أنه الغالب أن يكون السنة المتواترة من المعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان ده غير مضطرد. يعني ممكن يكون أمور كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله ما يكون فيها الإجماع معلوم من طريق الخاصة. يعني ما احنا ده نتكلم على السنة المتواترة وعلى الإجماع، ما هماش بس مسائل قد تكون متلازمة في الباب بتاع التكفير ده، بس بيجي نتكلم على مسائل هنقول عليها دليل من القرآن، قطع الثبوت قطع الدلالة، أو ده سنة متواترة وقطعية الدلالة، أو وقع عليها إجماع. المسائل دي اللي هي عليها دليل من القرآن قطع الثبوت قطع الدلالة، وعليها دليل من السنة قطع الثبوت قطع الدلالة، أو المسائل اللي عليها إجماع، كل دي هيبقى اسمها من معلوم من الدين بالضرورة. مش شرط، المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي يختلف باختلاف شيوع العلم. احنا المعلوم من الدين بالضرورة يعني أي حد حتى لو مش مسلم بس خالط المسلمين يعلم ضرورة، يعني من غير ما يتعلم يلاقي نفسه كده. إذا أي حد يعيش في ديار المسلمين يبقى عارف إن الإيه؟ إن المسلمون يصلون 5 صلوات في اليوم والليل، ويبقى عارف إن شهر رمضان شهر يعظمه المسلمون. ولما يجي حد بقى ينكر مثلا فرضية صيام رمضان نقول لا، ده أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنت كده تجحد. يعني هو طبعا الجحود أو تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. يعني في فرق بين التقصير في الامتثال أمره صلى الله عليه وسلم وبين تصديق خبري. رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق كفر، والإباء والاستكبار عن قبول أمره صلى الله عليه وسلم كفر. ولكن احنا بيبقى قدامنا واحد جه كذب خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا محتمل يكون انقضح في نفسه واستقر في نفسه أن هذا هو خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبه، وبالتالي ده يبقى كفر. ومن الوارد أن يكون مشكلته في ثبوت الخبر، أو لو جه صرح يقول قال نبيكم كذا وهذا كذب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا كذب، أكيد ده كفر، وحتى لو هو مسلم يبقى ارتد بهذا. فالعلماء عشان الزنادقة اللي كانوا بيطعنوا في الدين ويسبوا الدين، عندما يتعرضون للمثول أمام القضاء يكررون النطق بالشهادتين، فكانوا بيحاولوا يضعوا ضابط امتى هنقول ده كده أنكر جحد شيئا من الدين، مش مشكلة جهل أو تأويل أو كذا. فكان دايما بيعولوا على ايه ظهر من هنا مصطلح المعلوم من الدين بالضرورة. ففي الفقه ده بيتكلموا على المعلوم من الدين بالضرورة بيحتاجوا فيه يقولوا الدليل من القرآن قطع الثبوت قطع الدلالة، أو دليل من السنة المتواترة قطعية الدلالة، أو في إجماع عليه، ومع هذا كل هذه مظان لوجود المعلوم من الدين بالضرورة. وإلا المعلوم من الدين بالضرورة هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي يجد الإنسان نفسه كبيرا كان أو صغيرا، عالما أو جاهلا، بل يمكن أن تقول مسلما أو غير مسلم، ولكن غير مسلم يعيش بقى في أوسط المسلمين في وسط المسلمين يجد نفسه يعرف هذا. فهذا المعلوم من الدين بالضرورة اللي ما بيقبلش قضاء دعوى الجهل فيه عند القاضي، وإن كان يعني لو تصور يعني بأي صورة من الصور إنه فعلا جاهل. لو احنا تصورنا في الدنيا وقامت قرينة على كده بنعذره بالجهل وبنعلمه، ولو أنه نحن رأينا إنه ده معلوم من الدين بالضرورة وبالتالي حكمنا على يعني منكره بأنه كافر، وهو عند الله تبارك وتعالى لم يكن قد قامت عليه الحجة، فالله تبارك وتعالى يعذره فيها. يبقى هنا الأحناف حبوا إيه؟ يميزون لا بين المتواتر والمشهور. المتواتر ربما يعني يترتب عليه عندهم تكفير منكره، وقلنا القاعدة مش مطلقة. و المشهور ربما يبدع فيه المخالف او نحو ذلك،
قلنا يعني دايما لما الأحناف يتوسعوا أو يتفننوا في بعض التقسيمات المخالفة للجمهور فدايما بيبقى وراءها إظهار فائدة فقهية ما، قد تكون هذه الفائدة الفقهية متفق عليها بين المذاهب بس الأحناف هم اللي حبوا يبرزوها، وقد تكون مما تميز به المذهب الحنفي. ولذلك يمكن اتكلمنا المرة الماضية وهنتكلم المرة دي برضو إن شاء الله تبارك تعالى على إيه؟ على القضية إن كل في درس العقيدة احتاجنا إن احنا نبين كيف إن كل المذاهب احتاجت الكلام على كراهة التحريم وكراهة التنزيه اللي احنا دايما في الأصول بنقول إنها مما اختص به الأحناف، ولكن كتير من العلماء وجدوا فيها يعني الاستعمال لفظ الكراهة في أمور محمولة عندهم على الكراهة التحريمية، فيكون جمع بين النهي عنها وبين اتقاء الكلمة التي جاء التحذير الشديد في شأنها، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا ايه حرام. يبقى بنرجع تاني ان الجمهور وجمهور الفقهاء والمحدثون يقسمون السنة الى متواتر واحاد، ثم يعودون يقسمون الاحاد الى ثلاثة اقسام. يبقى عند الجمهور المشهور تحت قسم من أقسام الفرعية لحديث الأحاد، عند الأحناف بيجعلوا المشهور هو والمتواتر والأحاد القسمة ثلاثية، فالسنة عندهم من حيث طريقة وصولها إلينا إما متواترة أو مشهورة أو أحادية. يقول وأما المحدثون فيقسمون أخبار الأحاد إلى ثلاثة أقسام. الأول الحديث الفرد وقد يسمى الغريب، وهو من فرض به راو واحد. الحديث الثاني الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان وهو أعلى من الفرد. الحديث الثالث الحديث المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر. يبقى المشهور ده ايه أقرب أنواع الأحاد إلى التواتر. يقول حجية أخبار الأحاد، يقول خبر الأحاد إن كان رواته اثنين فأكثر وصح سندا ولم يكن له علة ولم يعارضه فاد الظن الراجح ووجب العمل به اتفاقا مع ما فيه من الشبهة لأنها شبهة ضعيفة مردودة. في الواقع عبارات الدكتور الأشقر في هذا الجزء يعني كلها في تحتاج إعادة نظر. أنت بتقول هو بيقول خبر الأحاد إن كان رواته اثنين فأكثر، يبقى الأول كده كما ذكرنا عزل لي الخبر اللي هو انفرض برواته راو واحد، حطه من الأول في خانة استبعاد كده. طب اثنين قلت وصح سندا ولم يكن له علة ولم يعارض ما هو أقوى منه، دي شروط الحديث المقبول. يبقى مفروض تقول عموما ان هو يعني حقق شروط القبول. احنا هنعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى ده كده دائما طالما مش متواتر ايا ما كان عدد رواته، طالما لم يصل الى حد التواتر محتاجين نعمل هذا البحث وهذا التنقيح. طيب هو بيقول افاد الظن الراجح، المسألة دي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وان هم بيتكلمونا بطريقة عقلية
الطريقة العقلية بتقول والله التواتر ده خلى احتمال ان يكون الخبر ده كذب او في وهم احتمال وصل صفر. ليه؟ عدد كبير لم يأخذ بعضهم عن بعض مستندهم الحس بيقولوا نفس الخبر. طيب تمام، اذا افاد القطع، اذا افاد القطع، والقطع يفيد العلم، يفيد العلم. قالوا طيب اللي هو بقى من رواية عدد اقل من التواتر ولكن عدول ضابطون، اتأكدت من الشروط ديت، يقول لك بعد كل هذه الشروط هل وصلت عقلا الى درجة القطع؟ هل وصلت عقلا الى درجة القطع؟ فالاجابة عقلا ما زال في احتمال ضعيف جدا انه يكون حصل خلل عند هذا عند الرواة لو كانوا اثنين او ثلاثة او نحو ذلك. بقول لك خلاص، يبقى اللي انت وصلت له ده هو. يقول حجيات اخبار الاحاد: خبر الأحاد إن كذا رواته اثنين فأكثر وصح سندا ولم يكن له علة ولم يعارضه ما هو أقوى منه أفاد الظن الراجح ووجب العمل به اتفاقا مع فيه من الشبهة لأنها شبهة ضعيفة مرضت. يقول وأضعف أحوال النقل أن يكون الناقل واحدا فقط، وذلك لما يرد عليه من الاحتمالات السالفة ذكره. قلنا هم بيسألونا سؤال عقلي، لو العدد كبير تحيل العدد تواطؤهم على الكذب، هل هذا أفاد القطع؟ فالإجابة نعم. بنقوله طيب لو العدد بقى عدد أقل من كده ولكن بتمحيص حالي عدالة وضبط كل منهم وجدنا أن الحديث مروي برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يبقى او في كل طبقة واحد او اكثر، او ممكن يكون في كل طبقة اثنين او ثلاثة حسب بقى احنا اللي هيبقى اقل طبقاته فيها واحد هنسميه حديث ايه غريب. اللي هو ما فيش ولا طبقة فيها واحد كل طبقاته اثنين فاكثر هيبقى عزيز، اللي هو لا في عدد اكتر من كده ثلاثة البعض يخليه لا يعني الثلاثة يخليه مع العزيز والمشهور يخليه من سبعة، المهم يعني. فيقولوا طيب انا عقلا ما زال وارد يخطئه، فثمت وجود احتمال بنظرية الاحتمالات، احتمالات الخطأ لم يصل الى الصفر زي ما كنت بتقولوا في التواتر، يبقى ده كده اسمه ظن راجح. لما انت هنا مثلا يعني شايف حد جاي من بعيد قوي فبدأت تقول هو فلان ولا فلان، فبتقول هو فلان بنسبة 50%، قرب شوية تقول لا والله هو فلان بنسبة 60%، كل ما يقرب والصورة تتضح اكتر انت بتحكم بحكم ما بنسبة ودرجة ثقتك في حكمك، انت اللي حاكم الحكم. تقول والله انا حط احتمال خطأ، طبعا لغاية ما يبقى الاحتمال الخطأ ده صفر ما زال ممكن يبقى موجود، يعني ما زال ممكن. فهو بيقول لك ان انت ما زلت بتتكلم على ظن راجح، ما زلت بتتكلم ان حكمك ده بان هذا الخبر، احنا قلنا احنا بنتكلم على السند، بنتكلم على الواسطة التي بها الواسطة التي نقل بها او التي ورد الدعاء بها ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو وثقنا في الواسطة يبقى هننسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا لم نثق فلن ننسب. درجة الثقة دي 100% ولا 99
ولا فبيقول لك لا 100% دي في المتواتر، فيما عدا ذلك ده ظن راجح، ما وصلتش ال 100%. طيب خلاص مفيش مشكلة، القضية مش فارقة معانا كتير، اللي بيفرق معانا ما الذي تعبدنا الله به. نقول له سمي المتواتر انه قطعي الثبوت، وسمي الحديث خبر الآحاد الذي ثبتت صحته بانه ظن الثبوت، ولكن الله تعبدنا بقبوله طالما غلب على ظننا ما غلب. لا بدأوا بقى يرتبوا عليها موضوعات يقبل فيها الخبر الحديث الأحاد وموضوعات لا يقبل فيها حديث الأحاد. وفي الواقع كما ذكرنا اللي بيقولوا كده بيغفلوا جزئيتين. الجزئية الأولى إننا لا نحن عبيد لله، فليس لنا إلا ما الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بإن احنا نفرق بين نقول والله دي قطعي ولا دي ظني، أو تعبدنا بإنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وتعبدنا بالرجوع الكتاب والسنة، فعلمنا اننا جزما الله تعالى لا يكلفنا بما لا نطيق. فمسألة تمحيص السنة، تمحيص ما ينسب او ما يدعى انه من السنة، لا بد ان تكون ممكنة، ولا بد ان تكون ممكنة بطريقة توجب العلم والعمل. يغفلوا امر اخر في غاية الاهمية، وهو قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فاللي انت بتقول عليه ظن راجح دوت، ده من الناحية العقلية المجردة، لكن انت عندك دليل عام اخر بيضاف الى انك تثبت من عدالة الناقل الامر من الله تبارك تعالى بحفظ ديني، الامر من الله تبارك تعالى، الوعد من الله تبارك تعالى بحفظ ديني، وده اللي بيوجد الثقة في ان احنا نتبع الكتاب والسنة ونحن على كامل ثقة من هذا. يقول وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة بخبر الراوي الواحد فأنكره عدد كبير من العلماء. فهنا بيقول بخبر الراوي الواحد مش بحديث الأحاد، ومع هذا الكلام ده غير صحيح. فبيقول فأنكره عدد كبير من العلماء فسموه الغريب. هم سموه الغريب، ولكن ده اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ما ينفعش ان انت بعد ما بتسمي الحديث ده بهذا المصطلح فتقوم ترتب على المصطلح ده حكم. لا، هنا ده اصطلاح عشان يعني لما نيجي نقول حديث غريب لا يروى الا من هذا الوجه مثلا، لما المحدث بيقول كده بيعطي رسالة لمن يحقق في انه محتاج الطبقة التي انفرد بها راو واحد محتاجة ان تضبط. يقول وجعله بعضهم شاذا، المصطلح بيقول حديث الشاذ انه ممكن يكون ضابط ولكن خالف من هو أوثق منهم، وخالف لا يمكن معها الجمع. وبعضهم جعله منكرا، وده في التعريف عندهم. وكل دي مصطلحات يعني وصف حالة، الحالة دي بقى نتعامل معها ازاي مش بناخدها من المصطلح. شاذ ده حديث ضعيف، لانه في الاخر لا يمكن ان ننسب الى الدين اخبار متناقضة. فلو في اخبار لا مع انها من خبر الثقات ولا ومتعارضه ولا يمكن الجمع، يبقى بنرد الاقل ثقه ونقول ان احتمال الوهم عند الاقل ضبط اعلى من احتمال الوهم عند الاكثر ضبط. يبقى وقلنا ان مراجعه الاحاديث على القران وعلى الاحاديث الاثبت والامتن الامه عاملاها في تعريف الحديث
وبتعملها بطريقة تلقائية ولم تكن في انتظار الأفراخ المستشرقين لكي يصنعونها. بعضهم يقول وبعضهم يجعله منكرا، لا ده برضه له تعريف، المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. يبقى كلمة منكر ديت هي بحكم الاصطلاح بتفيد انه الحديث المنكر هو من اشد انواع الضعيف ضعفا، لانه بيبقى راوي لو لم يخالف غيره يرد خبره، فكيف هو مخالف للثقة فاكيد ده يرد خبره. يبقى كل المصطلحات دي لها معانيها ولها احكامها المترتبة على هذا التعريف، فيبقى الوصف للحديث الذي يوصف بانه غريب لا يقتضي صحة ولا ضعف، لان ده وصف لانه انفرد به في احدى طبقاته راو واحد. اما كلمة شاذ تقتضي ضعف، لان ده بحكم الاصطلاح احنا بنطلق الشاذ على ما رواه الثقة مخالفا لان هو اوثق منه. المنكر بيقتضي انه شديد الضعف، لانه هو بحكم الاصطلاح بنطلقه اما على ما رواه راو هو بطبيعته شديد الضعف، يعني متهم بكذب او نحو ذلك، او ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وبالتالي يزداد الضعف ضعفا فوق بعضه. يقول ونقرأ على الامام احمد انه قال التقوى هذه الغرائب فان عمتها مناكير. لا بأس، احنا قلنا دايما الحديث اللي مداره على راو واحد اكيد بيحتاج تمحيص ونحو ذلك، لكن مش حكم عام. قال التقوى هذه الغرائب، اولا هل هو يعني هنا الغريب بالمصطلح اللي وضع المحدثين ام لا، واذا كان بيعني هذا فيقول خد بالك الغريب اللي هو انفرض به راو واحد وارد يطلع وارد يطلع منكر، لان الراوي ده له شديد ضعف يبقى الحديث ده منكر، الراوي ده له ضعيف وخالف الثقة يبقى ده منكر ونحو ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله احمد وغيره يطلقون المناكير على الافراد المطلقة. قلنا مذهب الامام احمد انه يحتج بالحديث الضعيف غير شديد الضعف اذا لم يكن في الباب غيره، فلازم نجمع اقوال مع بعضها. يبقى اذا هو بس كان بيحذر لو من او بيعلم طلبة العلم ان هم لما يبقى حديث في احدى طبقات انفرد به راو واحد انه بيقفوا عند هذا الراوي بالتمحيص، ويقفوا عند هذا المتن بالتمحيص، ويروا هذا المتن هل مخالف لمتون اخرى، رويت باسانيد اثبت او نحو ذلك. قل وقد احتجوا بان الله اشترط في الشهادة شاهدين، فان شهد واحد لم يحكم القاضي بشهادته على حزمة بقل او حزمة بصل كما هي مكتوبة هنا مهما بلغ حظه من العدالة والضبط. هذا يعني لا يضرب نص كتاب السنة بعضها ببعض. باب الشهادة في اهواء، في انه ممكن حد هيشهد لقريبه او لصاحبه او لجاره او لكذا، فباب الشهادة غير باب الرواية، وبالتالي اشترط في باب الشهادة شاهدين، واشترط العدالة ولم يشترط الضبط. جينا في باب في باب الرواية وجدنا ان طبعا قلنا احنا كده كده مهم نفرق بين خبر الواحد وخبر الاحاد، لكن خبر الواحد وجدنا ان السنة جاء فيها ثبوت خبر الواحد، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلا واحدا تقوم الحجة به على من ارسله اليهم في الدين كله، في العقائد والعبادات وفي غيره. يبقى اذا الفرق بين باب بين الشهادة وبين الرواية ظاهر. يعني العلماء عموما يعني كانوا اذا وجدوا الحديث مداره على راوي واحد كما ذكرنا بلغوا في العناية، اولا البحث في المتابعات والشواهد لعلهم ان يجدوا سندا اخر فيبقوا رفعوه من كونه مداره على راوي واحد. الامر الثاني لو هو استقر الامر على انه مداره على راوي واحد في احدى طبقاته بيعملوا بيهتموا جدا بالحديث دوت، بالذات اذا كان يعني يؤصل الاصل في باب ما، يعني كل الكلام ده اتعمل. لكن في النهايه لا يجوز ان يجعل هذا دليل على عدم الاخذ بالخبر الواحد، ولكن نقول التعامل
معه بمزيد من البحث والتحري حتى نطمئن انه غير معارض بما هو اولى منه. يقول واحتج ايضا بان الامام رد خبر المرأة الواحدة ورد خبر ابي موسى في الاستئذان حتى لا شاهد له شاهد. واحتج ايضا بان الامام علي رضي الله عنه كان لا يقبل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعرف محدثه على ما يروي الا الامام ابا بكر. ما هنا اذا كان بيقبل هذا من ابي بكر يبقى اذا هو يقبل. يقول فان علي كان لا يقبل روايته دون استحلاف. اولا دي كلها وقائع. الفين بيقولوا ايه؟ ان الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بروايه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل. طيب يعني ايه منين بيجي الشذوذ او تيجي العله؟ بيجي الشذوذ من مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. كل المسائل ديت يعني كان الامام عمر رضي الله عنه او الامام علي رضي الله عنه ينقض يعني في معارض لغيري او ينقضع في نفسه انه لو كان هذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لشاع علمه. فكان يعمل ايه؟ يحاول يتاكد، يحاول يبحث. ما عندناش في مساله انه يعني كل المسائل ديت انه طلب الاستثاق او البحث او الاستحلاف، لكن ما فيش ولا نموذج ان جه راوي عدل ضابط روى خبر ثم رد لانه منفرد. فرق بين يتقال له ابحث او روح اسال فلان او هات حد معاك او من شهد هذا معك. واحنا متفقين ان احنا ان المحدثين بعد يعني في البحث العلمي لما يلاقوا ان في حديث ان يعني مداره في احدى طبقاته على راوي واحد ان هو مطلوب انهم يعملوا البحث دوت ويبحثوا عن متابعته عن شواهد. طيب ولكن ال 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 امتى يبقى كلامهم في حجه؟ لما يكون فيه انه تم رد خبر راو عدل ضابط لانه واحد. اما يتقال له عضد ده باي شيء اخر ما ده مطلوب. او اما ان هو يرد من اجل ان من رده توهم انه معارض لما هو اوثق منه معارضه لا يمكن معها الجمع، كما مثلا ايه الخلاف بين الصحابه في حديث انه ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. طبعا ده لو حملناه على ظاهره كده تماما يبقى مخالف لامور اوثق منه ولا تذر وازره وزر اخرى. فاما اللي مش هيلاقي لن يعني يسعفه اجتهاده لاي وجه من اوجه الجمع هيضطر يرده، وده الواجب. ما ينفعش يحشو الانسان يحشو عقله بنسبه امور متعارضه الى الشر. لكن عندما يظهر اجتهاد المجتهدين وحتى يجي الاجيال اللي بعد كده ويلاقي لا الحديث اولا صحيح السند، ثانيا انه اذا كان قد يعني عزب عن بعض المجتهدين مهما كان فضلهم حتى لو كانوا من عصر الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ولو كانوا من خيارهم ومن فقهائهم فكل يؤخذ من قوله ويترك. فاذا كان احدهم قد عزب عنه وجه جمع فالواجب عليه ان هو يتهم الراوي انه وهم، مش ممكن ينسب الى الشرع شيء متناقض. طب جه حد قال لا ده هو ممكن يكون الوجه هو انه الميت يعذب ببكاء اهله عليه لو كان قد اوصى بهذا او راضي بهذا، يبقى وده اولى. يبقى حينئذ اولى من ان نرد خبر الراوي العدل الضابط ان احنا نقبله ونحمله على هذا المعنى. طبعا هو ذكر يعني كلام من لديهم درجة من التشكك في خبر الواحد، وكتير منهم بيطرد هذا التشكك ويخلي الأخبار الأحد كلها وليس خبر الواحد فقط. لكن رد عليهم، وكما ذكرنا هو في هذا الفصل يعني هو نفسه متردد. قال غير عنا جمهور علماء المسلمين يفرقون بين الشهادة والرواية، فيقبلون خبر الراوي الواحد ويردون شهادة الشاهد الواحد لأنه هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. في الشهادة طلب اثنين،
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد فتقوم به الحجة كما ذكرنا. وعند التأمل سنجد الفرق. باب الشهادة بيتطرق إليها أنواع من الاتهام والهوى بخلاف الدين اللي أصلا متوفرة عوامل الحرص على نقله ولا يوجد هوى في نقل شيء غير آخر. طبعا العلماء بيجوا بيقولوا أن المبتدع اللي بيستحل الكذب خلاص ده ضعيف عرفنا منه. المبتدع اللي يخاف من الكذب معروف عنهم يعني أهل بدعة لا يعرف عنهم أنهم يستحلون الكذب أو يستجيذون الكذب نروي عنهم فيما عدا الأحاديث المؤيدة لبدعتهم. ليه هي هنا بقى بقت أشباهة الشهادة؟ إذا كان بيروي شيء يؤيد بدعته فمن الوارد أن يكون فيه هوى في هذا الباب. قل وقد احتج الشافعي. الشافعي يؤصل لأصول أهل السنة في كتاب الرسالة وهذا الكتاب كتاب محوري في التأصيل لمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. قل وقد احتج الشافعي لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل أحدا إلى الأطراف ليبلغهم أوامر الشريعة وكانت تقوم عليهم الحجة بذلك. يقول ونحن نرى أنه يقبل مع الحذر الشديد والتيقظ والتثبت. قلنا كده كده عموما إحنا طالما مش بنتكلم على حديث متواتر يبقى دايما في عملية بعد ما بنشوف إن الحديث من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بنرجع ندور على نفي الشذوذ ونفي العلة. قل ونحن نرى أنه يقبل مع الحذر الشديد والتيقظ والتثبت مع اعتبار أن يكون المتفرد به إماما ضابطا. لا مش شرط يعني في أحاديث في الآخر حسنة ولكن غير معارضة لما هو أضبط منها فبيعمل بها وكثير من الأبواب الفقهية ربما يكون مدارها على حديث كهذا. أما يعني اشتراط شرط زائد على مجرد العدالة لمجرد أنه هو انفرض به في إحدى طبقات رأو واحد هذا عمليا لم يفعله أي أحد من الفقهاء. يقول مع اعتبار أن يكون متفرد به إماما ضابطا كمالك والشافعي وأحمد فيكون حديثه صحيحا أو قريبا من تمام الضبط فيقبل ويكون حديثه حسنا، فإن كان عادي الضبط رد حديثه وكان شاذا. يبقى هو ماشي يكون إمام ضابط أو يكون قريب من الضبط فيكون حديث حسن أو يكون عادي الضبط. مفيش حاجة اسمها هو إما ضابط وإما خف ضبطه وإما غير ضابط. يبقى إذا كان غير ضابط بنقول الحديث ده حديث ضعيف وليس شاذ. الشذوذ لما يخالف ما هو أوفق منه. أقول ها هنا مذلة أقدام وكثير من المحدثين يغفلون عن هذا الأصل ويتساهلون فينسبون بسبب ذلك إلى الدين الغرائب في الأعمال والاعتقادات ما لا تصح نسبته وما ذكرناه الصواب وهو المعتمد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول وأما الاحتجاج بأخبار الأحد في العقائد يقول يحتج بأخبار الأحد في العبادات والمعاملات وغيرها ويذهب جمهور الأصولين إلى أن خبر الأحد ليس حجة في باب العقائد. ما هو هنا بقى مسألة الجمهور تجاب مين الجمهور؟ جمهور الأصوليين هتجيب لي المؤلفين من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن أهل السنة. يطلع المؤلفين من المعتزلة ومن الأشاعرة أكثر من أهل السنة فتقول جمهور الأصوليين. لا احنا في المسألة دي احنا بنتكلم على العقائد يبقى مسألة بنرجع إلى يعني كلام أهل السنة في كيفية في سلوكهم في إثبات أحاديث العقائد لما رأوا أحاديث الصفات ولما رأوا أحاديث القضاء والقدر ولما رأوا هل فرقوا بين متواتر وأحد أم لا. المقطوع به والذي ذكر الإمام الشافعي في الرسالة أنه لا يوجد ثمة فرق والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يرسل الواحد فتقوم به الحجة على من أرسله إليهم في كل مسائل الدين عقائدها وأحكامها. يعني الذي ذكره من أن جمهور الأصوليين يرون أن خبر الأحد ليس حجة في باب العقائد صحيح. لو قلنا معظم صحيح يعني حكاية واقع أن معظم المصنفين في الأصول لا يرون أنها حجة في باب العقائد لأن معظمهم معتزلة أو يعني في قسم كبير منهم معتزلة وقسم أشاعرة وقسم من أهل السنة فكده كتير منهم حيبقوا بيقولوا بكلام المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب. ولكن يعني احنا وإن استفدنا من جهودهم في علم
الأصول، لكن المسائل اللي هي تتعلق بمنهج أهل السنة لن أخذها منه. يقول: ويذهب جمهور الأصولين إلى أن خبر الأحد ليس حجة في باب العقائد ما لم يكفي الوقت الخبر حتى يكون مشهورا، لأن المشهور يفيد طمأنينة القلب، ومثل كثرة الوافي هذا كثرة الشواهد والقرائن. أما الغريب الذي هو مفرد من كل وجه فليس حجة يبنى عليه اعتقاد ولا تكفير مخالفة حديث الأحاد ولا المستفيض، وإنما يكفر من خلف العقيدة التي يدل عليها الحديث المتواتر في الدلالة القطعية إذا كان مما أجمع عليه وعلم حكم الدين بالضرورة. مسألة التكفير حاجة ومسألة أنه حجة حاجة، يعني برضو الخلط بين الأمرين. نعم، لا يعني بل بالقضية هنا لا يكفر إلا بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وفي مسائل متواترة مسائل مجمع عليها يعني يعلم الإجماع عليها من باب الخاصة والعامة لا يعلمونها، فمجرد إنكار العامية لها لا يكفر حتى تقام عليه الحج. فدي مسألة إنه المعلومة من الدين بالضرورة اللي أنت ستكفر المخالف فيها حتى بدون اشتراط إقامة حجة، ده يعني تعريف مستقل بذاته. وممكن بعض المسائل الثابتة بالقرآن وبعض المسائل الثابتة بأحاديث متواترة وبعض المسائل المجمع عليها يكون حدث نوع من الجهل وقلة العلم بها، بحيث ان هو ما لا 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 يكفر المخالف فيها حتى تقام عليه الحج. فدي مسألة ودي مسألة اخرى. بينتقل بعد كده الى الكلام على شروط قبول اخبار الآحاد، ودي اللي هي ايه المعيار اللي احنا بيه بنقسم حديث الآحاد الى مقبول ومردود، والمقبول بينقسم الى صحيح للذات وصحيح لغيره وحسن للذات وحسن لغيره. وقلنا ان تعريف الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذ ولا علة. الكلام ده هنبينه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، ومعذرة نتيجة اضطراب البث النهاردة سنكتفي بالأصول ولن يعني نأخذ درس العقيدة، نجعله المرة القادمة إن شاء الله. على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.